أستأذن الأستاذ الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس السابق ورئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان سابقا، في تعقيب. يعني هناك وثيقة ملكية الدولة أصدرتها الدولة المصرية، وهناك أيضا الصندوق السيادي، والهدف في النهاية هو تشجيع القطاع الخاص وتنسيق العمل بشكل أكبر. ما الذي يمكن أن تنصح به دكتور حسين في هذا الشأن؟ أن يتم تسريع عملية موائمة العلاقة بين مكون كالصندوق والقطاع الخاص، وتسريع أكثر لعملية الاستثمار في مصر؟ دولة رئيس الوزراء معالي وزيرة التخطيط السادة الحضور الكريم، الحقيقة في طبعا علاقة وثيقة ما بين وثيقة استراتيجية ملكية الدولة اللي الحكومة أصدرتها وإن شاء الله هتطلقها بكرة بشكل نهائي، وما بين صندوق مصر السيادي. في إطار الوثيقة في بعض الأنشطة أو القطاعات الحكومة أو الدولة هتتخرج منها إما بشكل كامل أو بشكل جزئي. أتصور أن صندوق مصر السيادي هيبقى ليه دور كبير جدا في لو في سي مثلا شركة حكومية هنتخرج منها، فطبعا تهيئة الشركة ليه زي ما دكتور هاني قال التهيئة الكاملة، الناحية الفنية والناحية الإدارية والناحية المستندية كلها، تقييم احنا هنبيع بكام، دي أسهم التقييم النهارده أصبح مشكلة كبيرة جدا، فالتقييم ده عندنا طرق تقييم مختلفة، فلازم أن نبحث عن في القيمة العادلة للسهم اللي هنبيع بيه لو احنا اخترنا البيع كأحد أساليب التخرج، اللي طبعا الوثيقة بتحتوي على أكثر من أسلوب للتخرج. وإجراءات بقى التخرج نفسها كإجراءات إدارية وتنظيمية، أعتقد الصندوق عنده إمكانيات وكفاءات تسمح بأداء مثل هذه الخطوات في إطار خطة عمل بجداول زمنية محددة. أنا سمعت كتير أول حقيقة آراء في الميديا يقول لك الحكومة بتقول 3 سنين ونعمل التخرج، دي مدة طويلة جدا والاقتصاد مش هيستحمل 3 سنين والمستثمرين مش هيستنوا 3 سنين. الحقيقة لا 3 ولا 2 ولا 1، العبرة بجدول زمني، خطة عمل بجداول زمنية 1 2 3 4. خدت الخطة دي سنة ونص 6 أشهر، يعني احنا بنقول 3 سنين حد أقصى، لكن العبرة بالجدول الزمني اللي هيحطه الصندوق. لو الحكومة اختارت أسلوب آخر للتخرج وهو مثلا رفع مستوى كفاءة وفعالية استغلال الأصول من خلال عقود تشغيل مع القطاع الخاص لاستغلال بعض الأصول غير المستغلة، طبعا الصندوق يقدر يلعب دور كبير جدا في إعداد مثل هذه العقود و متابعة عملية تشغيل هذه الأصول بشكل أمثل بالتعاون مع القطاع الخاص. الحقيقة أنا كان ليا شرف ده، أنا كنت موجود في مجلس النواب وقت ما كنا طلعنا القانون ده، قانون صندوق مصر السيادي، دكتورة هالة يعني كانت معانا في جلسات طويلة سواء في القانون الأصلي أو في تعديلاته. القانون النهاردة الصندوق النهاردة الحقيقة بيلعب دور كبير جدا 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 في تنفيذ استراتيجية الدولة الاقتصادية، عملية طرح بعض الأسهم في الفترة الأخيرة لصناديق سيادية عربية، الصندوق السيادي لعب دور كبير جدا فيها. عايز أقول لحضراتكم إن في الصندوق السيادي النرويجي اللي هو حاليا أغنى صندوق في العالم بيدير أصول بتريليون دولار، هذا الصندوق هيدخل في مصر في مشروع استزراع سمكي ضخم جدا تابع لهيئة قناة السويس، وهيمنح قرض يعني بشروط ميسره جدا لتمويل هذا المشروع، لما احد الاسباب انه عرف ان في صندوق سيادي في مصر فيقدر ان هو يتكلم معاه ويتفاعل معاه. فالحقيقه الصندوق في مجال تطبيق استراتيجيه وثيقه استراتيجيه ملكيه الدوله هيبقى ليه دور في رايي الشخصي دور كبير جدا، واتصور انه ممكن يعمل شراكه مع بنك الاستثمار القومي في اطار إعادة هيكلة البنك في الحياة. إن شاء الله هنعلن استراتيجية إعادة الهيكلة قريبا جدا، هيبقى في شراكة ناجحة جدا بين صندوق مصر السيادي وبنك الاستثمار القومي في سبيل تحقيق مثل هذه الأهداف. شكرا جدا أستاذ الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس السابق ورئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان سابقا.